إخواني وأخواتي، التوكل على الله عز وجل يقوم على ركنين لا يمكن أن يستقل أحدهم عن الآخر. الأمر الأول الاعتماد على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه وتعليق القلوب به، والأمر الثاني الأخذ بالأسباب. هذا هو حقيقة التوكل. لو قال أنا معلق أمري بالله عز وجل لكنه لا يتحرز عن التجمعات ولا يأخذ اللقاحات، وفي المقابل يغرق اليوم في الأسباب المادية وينسى تفويض أمري إلى الله عز وجل، الأسباب مهما عظمت تبقى أسباب، لكن الذي يجعل فيها النفع ويجعل فيها التأثير هو رب العالمين. وإلا فهناك من الناس من علق قلبه بالأسباب ولم يدري أن النفع الذي حصل بها إنما بسبب ما جعله الله فيها. إن الطبيب له حذق ومعرفة، ما دام في أجل الإنسان تأخيره، فإذا انتهت أيام مدته حار الطبيب وخانته العقاقير.